سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة مخطط عمل لمكافحة ظاهرة السقي بالمياه القذرة، حيث تم معالجة 3 قضايا تم التوقيف على إثرها 4 أشخاص يقومون بالسقي بالمياه الملوثة، الشيء الذي يضر بالبيئة وصحة المواطن. تم تقديم هؤلاء الفلاحين الذين يقومون بسقي المحاصيل الزراعية وخاصة الأشجار المثمرة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، حيث تم تسليمهم استدعاءات للمثول الفوري.